الله بالخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة يوم جديد مشار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة كالمعتاد البداية ستكون مع رأفت ومجموعة من العناوين والأخبار مرحبا رأفت مرحبا أزل تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة والبداية من الأخبار أوامر إدارية بتثبيت عقود الداخلية على الملاك الدائم أكثر من مئة حالة انتحار في ذي قار خلال 2022 توقعات باستمرار هطول الأمطار جنوب العراق وشماله جلزل. شنها العنوان الصادم الثاني فعلا يعني 100 انتحار في ذي قار فقط خلال 22؟ هذه هذه ارقام يمكن قد تكون هي غير حقيقيه وبالتالي انه الارقام تكون اكثر بارض كيف. الواقع احنا موضوع. شاهدنا حالات انتحار بس من خلال السوشيال ميديا ونشرات الاخبار صح. هي اعدادها تجاوزت المئات يعني والله تخول. فكيف انه في ذي قار هي 100 حاله واحنا ايضا في احصائيه 21 كانت انه اكثر في جميع المحافظات العراقيه تجاوزنا ال 1800 على ما اعتقد او اكثر بمعنى معناتها انه 22 هسه أكثر من 21 الاكثر من 21 لانه احنا عندنا ارتفاع اعداد الانتحار بتزايد طبعاً. مستمر يعني مو بتدني او طبعاً. باستقرار لا انه بتزايد مستمر وهذه مشكله كبيره جدا حطير. يعني احنا دائما ما نحكي بلغه الارقام نقول الارقام انه هي ما تكذب خاصه في موضوع الانتحار لكن انه ازل قبل ثواني يعني بالفاصل انه علت الموضوع قالت قد يكون انه اغلب هذه الحالات انه هو قتل قتل تمام؟ طبعا طبعا آه براس الانتحار براس حتى يخلصون الانتحار من موضوع المحاسبه القانونيه على العموم سلامه للجميع واتمنى ان يكون هناك دراسه مفصله عن الموضوع في ذي قار لماذا 100 انتحار خلال 22 وهاي احنا بعد 23 في بدايتها وهناك ايضا حالات انتحار ايضا مخيفه جاي نسمع بها بالاضافه الى حالات القتل واحنا ما راح نروح بعيدا راح نبدي من واسط واسط خلال 10 ايام هناك سجلت جرائم مخيفة يعني حقيقة واحد لازم يضع علامة استفهام هي مو يضع لي ماذا في في واسط نريد نباو عليها هي حتى في عموم العراق هناك حوادث مخيفة يعني ماكو يوم أنت تخلص أنت اليوم وتروح تشوف كحصاد تشوف لازم عدنا عدنا بالقليفة خمس حالات قتل خمس حالات جزء انتحار ثلاثة اختطاف أربعة ما اختص عندنا احنا شيء هو طبعا تراكمات السنين السابقه الحروب والحصار وحاليا الضغوط النفسيه لكن هذا ما يمنع انه المفروض يكون هناك دراسات كبيره وحديثه لمعرفه الاسباب وايجاد الحلول والا احنا ما نبقى في هذا التفسخ صح. المجتمعي. لا هو أزل الاسباب انه معروفه وحتى معروفه لدى الجهات المعنيه المتمثله بوزاره الداخليه او وزاره التخطيط وغيرها من الجهات المعنيه كل الاسباب انه معروفه. انه احنا سبب دخول هذه الافه وانتشارها ما بعد 2003 بالعراق م. انه صار سبب رئيسي بانتشار الجرائم المجتمعيه في عموم محافظات العراق لكن انه اذا نجي نبحث عن اسباب اخرى يمكن من ضمنها العوز الاقتصادي آه المخدرات هي المخدرات هي الافه اللي دخلت بعد 2003 هي هي الاساس لكن انه بعد انه ايضا اكو اكو مشاكل كثيره الانفتاح اللي موجود على التواصل الاجتماعي صح. وقبل ايام إن انه احنا دا نشاهد دا. كوارث انه ده تصير يعني من خلال ما يتكلمون بالقضاة اللي موجودين في داخل المحاكم العراقية ويطلعون ويحكون بلقاءات تلفزيونية يقول لك اللي يصير عندنا بال بالمحاكم انه شيء غريب بسبب الانفتاح اللي موجود أيوة. على السوشيال ميديا مجتمعنا كل شيء كل العالم شويه شويه الانفتاح صار احنا مباشره, إحنا مباشرة من حصار وكمل الى مباشره انفتاح لا من من كان انه ما نعرف شنو مو الحاسبه ما نعرف شنو الكمبيوتر ما نعرف شنو التفاصيل مقارينها مدارسيها صح. نجي على انه موجود عندنا كمبيوتر وعندنا هاتف ذكي وعندنا انترنت وعندنا صح. مواقع تواصل موجوده و... صح و... وقضية كلش مهمه انه احنا فقدنا موضوع التربيه والمبادئ وصارت كل الحياه الاب لاهي الام مشغوله وهكذا احنا فقدنا شويه شويه من قيمنا والمجتمعيه على السريع قبل ما ناخذ احنا ضيفنا من واسط الناشط علي الهندي خلينا نعطيكم بعض الحوادث اللي صارت في الكوت يعني خلال هالعشرة ايام شوفوا حتى ما, ما واحد ما يقدر يحفظها شاب يقتل جميع افراد عائلته امه واخوه وخواته وعدنا اخ يقتل اخاه بسبب مشاجره آه آه بسيطه على موت اطفال انتحار امراه بعد رمي نفسها من الجسر ضابط يقتل آم آم مجموعه اثناء محاوله القاء القبض عليه شاب يقتل امه وابوه، مقتل رجل وابن اخيه وتسليبهم عند ذهب لشراء سياره وهي يمكن يعني الحادثه وصلت للكثير، القبض على امراه تتاجر بالمخدرات وهي موضوع والله حتى مضحك انه تكون النساء متاجرات بالمخدرات وسمعت حتى وصل المخدرات الى المدارس للاسف هناك بعض الطالبات يقومون بمتاجره بالمخدرات وبيعها على الطالبات، مشاجره بالاسلحه الخفيفه في منطقه الفلاحيه، عاد السير يودي بحياه معلم ومعلمه وايضا هذا الموضوع ضج بمواقع التواصل الاجتماعي نتيجه سوء الطرق. مقتل الشاب سجاد بالخطا نتيجه المزاح بالسلاح من اهالي قضاء الاحرار، هذا موضوع ايضا غريب يعني شنو السلاح بيد الناس؟ ما احنا دائما نقول لكم السلاح يجب ان يكون في مكان امن. اب يقتل ابنه بعد ان شاهده يتعاطى المخدرات، بدل ما يحل الموضوع يحتوي الموقف، الاب قتله وخلص منه. مهم. شاب يقتل والديه بعد تخديرهما، وهذا موضوع يعني والله غريب. العثور على جثه طفل قضية خنقل في حمامات مدرسته وهاي يمكن حاليا هذا الموضوع حاليا ضج بمواقع التواصل الاجتماعي، رايح يمتحن ما رجع لبيته، اهله راحوا شافوه بعد التفتيش والبحث عنه وجدوه في احدى حمامات المدرسه مقتول كل هذه الجرائم آه. اللي ذكرتيها واللي عددناها انه ممكن انه هي يعني مصنفه جريمه بس لكن انه كل هذه بشفه وطفل انه يروح للمدرسه حتى يقدم امتحان حتى يتلقى العلم طفل يلقوه بحمامات المدرسه مختنق، جثه هامده، يعني هذه المشكله اللي احنا لازم نتوقف عندها، يعني اليوم اذا المجتمع العراقي بدا ما يامن على اطفاله اثناء ذهابهم الى المدارس وتواجدهم داخل المدرسه، وين يامن عليهم العد ممكن انه برا تصير هذه المشاجرات، ممكن انه ضابط اثناء القاء القبض على متهم طلقه ناريه بالخطا، ممكن انه مشاجره، ممكن انه ابي يقتل ابنه بعد ما شاهد انه يتعاطى المخدرات هاي كلها انه جرائم لكن انه مثل هذه الجريمه البشعه ما صايره ما خايفه احنا فقط في مدارسنا انه معلم يضرب يثقب جمجمه طالب طالب يروح يقدم امتحانه يلقى جثه هامده طالب تداوم بمدرسه معلمه تقص شعرها مشاكل كثيره عندنا مو فقط في حياتنا العامه لانه لا حتى وصلت للمسيره التربويه داخل المدارس العراقيه وعلى هذا يجب محاسبه كل المسؤولين ومحاسبتهم على تقصيرهم وبالتالي انه ارجاع الحقوق المسلوبه وخاصه من قبل وزاره التربيه داخل المدارس العراقية وهذه المشاكل نتمنى انه تخلص لانه احنا بدينا بسنة جديدة وما صار لنا أيام من بدينا بها وها اليوم يلا 31 بالشهر من شهر الواحد وقلنا انه عسى ولعل انه هذه السنة تكون سنة خير وتفاؤل على جميع العراقيين لكن للأسف انه بدينا مع بدايتها هذه المأساة وهذا اللي ذكرناه كله جزء بسيط من اللي يحدث في المحافظات العراقية فنتمنى الأيام القادمة الجهات المعنية شوية تكون حذرة وتشتغل بشكل جاهد وتكثف الجهود زين حتى انه نقلل من هذه الجرائم البشعه اللي اطاحت بمجتمعنا وبسمعه المجتمع العراقي نتيجه ما يحدث من انفلات كبير في حدود العراق من جميع الجوانب وبالتالي انه الافه الكبيره اللي استشرت على البلاد هي المخدرات، اذا قدرنا نتحد من عندها ونتخلص من عندها فبالتالي مجتمعنا طب. راح يكون مستقر. احنا حتى نعرف تفاصيل اكثر ما الذي يحدث فعلا في واسط ينضم معنا الناشط المدني السيد علي الهندي. اهلا بيك سيد علي حقيقه يعني انا تعمدت انه اقرا بعض هذه الجرائم حتى الناس تعرف انه هي مو جرائم اعتياديه لانه يعني ممكن اكو واحد يعلل الموضوع يقول في كل العالم للاسف للاسف هناك تبريرات من من داخل المجتمع نفسه يقول في كل العالم تحدث جرائم يا اخي العراق لم يكن مصنف ضمن هذه الدول التي يحدث فيها جرائم بشعه مثل هكذا وهذه محافظه بها هاي المشاكل لو ناخذ احنا محافظه محافظه على حده نلقى كم هائل ومخيف من الجرائم يهمت شنو نسمع انه اب او اخ يقوم بقتل افراد عائلته كارثه هاي او طفل في مدرسته مقتول احسنت ال السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته السلام. اليوم الجريمه اليوم الجريمه بالعراق تتقسم الى ثلاث اقسام الجريمه الاولى هي انفتاح الحدود العراقيه ودخول المخدرات هاي السبب اللي اللي تتحمل الدوله اللي دائما الدوله تمسك الشاب اللي يتعاطى وتعوف المتاجرين والتجار الروس الكبار اللي دمروا البلاد بافه المخدرات اللي انتشرت وانتشارها مو طبيعي بين الشباب اليوم هاي وحده الجريمه الثانيه جريمه الفقر والعوز اليوم الفرد العراقي ابو النفط ابو الخيرات اللي الارض كلها خيرات اليوم يعيش تحت خط الفقر هاي اثنين ثلاثه الشارع الرابط اللي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبيه هذا الشارع اللي اللي يعني اخذ ارواح مثل ما ذكرتوا المعلم والمعلمه اللي هم تابعين لتربيه العزيزيه راحوا لتعليم امتحانات طلابهم على هذا الشارع اليوم الدولة عليها ان تكون سباقة بكشف الجريمة، احنا اليوم جاي نشوف تحدث الجريمة وطلعوا القاتل، هذا مو مو علاج، الأرواح اللي راحت منو راح يرجعها؟ هاي الأرواح اللي جاتسها من منو راح يرجعها؟ الأجهزة الدولة عليها ان اليوم تكون سباقة بكشف كشف الجريمه قبل حدوثها. طيب سيد علي ليش الكوت يعني المخدرات اسمح لي اسمح لي يعني ليش صار هالعشرة ايام يعني ما كانت الكوت في كانت في مقدمة المحافظات التي تعاني يعني ذي قار صار لها سنو... بالسنوات الاخيرة فعلا هي باعلى نسبة في ال... في ال... في الانتحار فالموضوع مو ما بات جديدا لكن الكوت خلال عشرة ايام هناك انهيار يعني غير مسبوق. ما الذي يحصل في في واصل او شنو الاسباب؟ هل هناك اسباب معينه حدثت في الكوت ادت الى هذا الانهيار؟ الانهيار ست اليوم الشعب العراقي يعيش اليوم صعود هذا الدولار دمر الفرد العراقي اليوم شي من يصير ب 50000 و 60000 ورب العائله ما عنده دينار يقدر يشتري هاي يشتري لقمه عيش الأبناء طبعا تكثر الجريمه اليوم في محافظه واسط يتحمل محافظ واسط يتحمل هاي المسؤوليه على عاتقه وين محافظ طيب. واسط من هاي الجرائم؟ سيد علي سيد علي احنا احنا لا نشير يعني اصابع الاتهام المسؤولية. اتجاه اي احد سيد سيد علي احنا خلينا نبتعد عن توجيه اصابع الاتهام حول اي شخصيه سياسيه لكن لكن خلينا خلينا نسولف خلينا نسولف بقضايا اخرى اليوم انه شاهدنا هذا الانهيار الكبير ومنذ عشرة ايام ولحد هذه اللحظه ارد سألك انه بعد كل جريمه تحدث في واسط في الكوت في أي منطقة من مناطق واسط هل هناك أصداء أو هناك ردود من قبل الجهات المعنية بمعالجة هذه الجرائم وحلها بشكل جذري لو لحد هذه اللحظة أنه بعد كل جريمة أنه أكو سبات للجهات المسؤولة داخل المحافظة أستاذ العزيز اليوم من تحدث الجريمة قتل واحد وورا فترة مسكوا القاتل هذا مو علاج كل العالم وكل دول العالم والعراق هسه كان يعني يعيش هاي هاي السنين السابقه يكون اكو الاجهزه الامنيه عليها ان تعالج قبل حدوثها انا يعني بعد حدوثها واذا طلعوا القاتل الارواح اللي تسرق هذا اليوم الطالب اللي راح بالمدارس ال ال هاي الجرائم طيب سيد علي الطالب غير أكبر أسباب طيب سيد علي اذا تسمعني بما أنت ذكرت الطالب هل عندك تفاصيل عن القضيه تعرف ليش لانه مخيف بالنسبه لكل المحافظات العراقيه كل الناس جاي ترسل ابنائها الى المدرسه حتى تتعلم وترجع يعني هي مامنه المكان الوحيد اللي نامن به بقى بعد البيت بس انه احنا نلقاه في حمامات المدرسه هل هناك تفاصيل احنا ما نعرفها تعرفها حضرتك اللي حد التفاصيل هي يعني عدة الجهات الأمنية هي اللي تصرح عليها لأن إحنا ما جاي نطلع عليها ما جاي نعرف شنو اللي أدت هذا الطالب ليش اللي صار هذا الحادث بس إحنا نحمل اليوم محافظ واسط بالدرجة الأساس المسؤولية هاي لانهيار سيد, إذا ما يحاج... سيد, علي، سيد علي سيد علي سيد علي احنا ال... الانهيار المجتمعي طيب ما النا... له علاقه بمحافظ ده... وغير محافظ اسمح لي ممكن تقول لي تردي الخدمات وممكن اقول لك الحكومه المحليه لها دخل بالموضوع فاي. لكن اكو هناك قضايا اجتماعيه هو رئيس هو يعني رئيس يعني هو ما يروح بالمدارس ويقعد يحمي الطلاب يا يا ي... احنا ري... احنا نريد نحكي بشكل عام الكوت عندها مشكله هل و... المشكله اذا بدلنا وجبنا غير محافظ راح تنحل القضيه؟ اقول لك لا احنا هسه حتى مشكلتنا اذا لو رئيس وزراء ما رح المشكله الرئيسيه المشكله الرئيسيه هو الجوع والفقر طيب نعم. احنا نشكرك سيد علي الهندي الناشط من واسط حقيقه الموضوع كبير يعني احنا حتى الان خلينا نعممها بشكل كبير هي مو بس في واسط لكن خلال هالعشره ايام كانت هناك علامات كبيره م. او جرائم كبيره فارقه قضايا كبيره فارقه في الكوت هي القضيه مو قضيه الحكومه نعم هي جزء من من الـ من من الاسباب، لكن مو هي هي ما راحت قالت اقتل اخوك واقتل اكو 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 المجتمع من هذا هذا الانهيار لو نركز بشيء بسيط يعني أه نستذكر انه ما حدث في الاشهر الماضيه راح نلقى كل فتره انه تكون في محافظه او يتسلط الضوء على صح المحافظة صح محافظه صحيح أه قبلها كانت يمكن في شهر 12 الديوانيه صح الديوانيه انهارت وبشكل كبير جدا صح يعني ما عرفنا انه شلون نتصرف مع كل القضايا اللي موجوده في الديوانيه، قبلها في بغداد، قبلها مثلا في دياله، الكل يذكر انه شنو اللي صار بدياله، كل فتره انه احنا عندنا محافظه تنهار وكانه القضيه مقصوده، لكن احنا ما نريد نقول او نسولف بهذه التفاصيل، هذه الجرائم المجتمعيه هي كثرت بسبب عدم وجود رقابه كافيه من قبل الجهات المعنيه وايضا ضعف القانون او ضعف الجهات المنفذه للقانون لو كان اكو هناك عقوبات صارمه ما كان انه اليوم هذه الجريمه تكررت وبالتالي انه احنا السجون اللي عندنا بالعراق انه هي غير اصلاحيه هي مجرد عقوبات والعقوبات اللي تدخل يعني الناس بغير انسانيه والناس اللي يدخلون للسجن لو تشوفون يمكن الشرقيه نيوز انه هي السباقة والشرقيه بكل قنواتها انه هي دائما تتابع مثل هذه القضايا وملفات السجون اللي قبل ايام انفتحت ايضا عندنا بالشرقيه وشفتوا القضايا اللي ما يخطرها او ما تخطر على بال اي انسان عاقل، هذه كلها موجوده داخل السجون، احنا يرادنا اعاده هيكله بشكل كامل وتخطيط بشكل مسبق من اجل ايجاد حلول سريعه وجذريه لكل هذه المشاكل اللي اطاحت بالمجتمع العراقي، لكن انه احنا بعدنا لحد هذه اللحظه تخطيط ماكو اي اعاده هيكله ماكو، اي تنظيم ماكو، اي خطوات نحو الاصلاح والتقدم ماكو، وبالتالي انه احنا بدنا نرجع لورا حتى ما نراوح من مكاننا ولا انه احنا متقدمين نحو الامام، لكن للاسف بسبب سوء الوضع او الاداري من قبل الجهات المعنيه وصلنا لهذه المرحله الماساويه، وايضا الموضوع الثاني اللي راح نتحدث به يتبع التخطيط وايضا سوء الاداره، الكل يعرف انه احنا بالعراق عندنا مشكله كبيره جدا ودائما ما نواجهها خاصه في فصل الشتاء، ليش؟ لانه في فصل الشتاء تكثر الازمات، اما في فصل الصيف يمكن انه عندنا الازمات معروفه وعلى راسها انه هي الكهرباء، لكن بالشتاء انه صار لنا اشهر واحنا نسولف ونوصل اصوات المظلومين في كل المحافظات العراقيه للجهات المعنيه، يابا ترى اكو ازمه وقود، مسؤوله عن هذه الازمه وزاره النفط والشركه العامه للمنتجات النفطيه. هذه الازمه يا ريت تخلصونا من عدها هذه الازمه انه ترى اطاحت بالمواطن نفسه اثقلت كاهله دمرت الناس في جميع المحافظات العراقيه يعني شنو امراه كبيره بالسن تلزم سارة من الساعة 12 بالليل لحد الخمسة الفجر لستة الفجر حتى تحصلها على خمسين لتر من, من مادة النفط الأبيض وين النفط اللي موجود عندنا النفط الخام وين الشركات اللي عاملة من أجل هذا النفط اللي موجود وهذه الثروة الكبيرة اللي دائما ما يسولفون عنها في كل دول العالم انه العراق من ضمن الدول المتصدره بانتاج النفط، وين؟ ليش احنا لحد هذه اللحظه انه عندنا ازمه كبيره جدا، والجهات المعنيه المتمثله بوزاره النفط ما قدروا يعالجون ويحلون هذه القضيه البسيطه، قادرين بس المناصب فلان فلان انه بس يغيرون مناصب ويجيب فلان يود فلان وكانه هذا الانجاز الوحيد اللي قادرين عليه او هذا العمل الوحيد اللي هم يقدرون يعملون به، لكن انه معاناه المواطن ازمه نفط ابيض أزمة غاز ما موجودة في بغداد وفي كل المحافظات أزمة البنزين في الموصل وفي صلاح الدين هاي كلهم يقدرون يحلوها ولا بأي شكل من الأشكال خلينا نروح لديالة ونسمع معاناة الناس اللي موجودين في هذه المحافظة وبعدها نرجع لكم مباشرة الصبح لحد الان 104 قلنا 50 لتر زين محسوبيات العالم خمن محسوبيات يعني العده واصله يعني مثل ما يقول يترس ويطلع واحنا ضالين ليش؟ ليش؟ من هناك يدخلون الشرطه الرجال هنا امك في العالم شو يسوي لا حول ولا قوه بس من هناك الموظفين جاي يجيبون عاد استاذ فلان استاذ مدري ياهو مدير فلان يدخلونها من هناك يترس لنا 50 لتر يعني البشر جاي جد من عندكم هن 50 لتر. شو نسوي مريضين وكل كل الضيم بينا. هاي آه هي كل الضيم بينا. واحنا تسع نفرات بهالبطاقه هاي. تسع نفرات 50 لتر. شو يسوي لنا هذني؟ ومدارس وضيم وهاي. شو نسوي يا يابا؟ الله كريم، الله أنه احنا عندنا بس رب العالمين أنه ما عندنا حد. شوف الازدحامات الجوه، ايش صار كتل. يعني الهوست تاخذه من ذاك يجي ياخذه من عندك، لا. كتل كتل شوف هاي الطيران شوف من الصبح لهسه هنا عندنا فطر هاي اشتغل الكراوي هنا اني هاي عندها حتى حج سعد وياي على الرقم 110 من الصبح لهسه من السبعة لحد هسه والله درست من فطاطنا اي والله من المحطة والله جيت من الساعة بثمانية اي والله وهسه رحت جبت الدبات وجيت وهسه واقف هنا ننتظر الحصة مالتنا والله هي ما تكفي بس الحمد لله والشكر ماشية الساعة بالخمسة الصبح لزم ترى على يجي المدير الساعة سبعة ونص ثمانية يقول قطعات على ما نحصل بس ساعة ساعة ونص وهاي اللي تبع قدامك ابو بالخمسين لا قالوا كمان من شهر الثاني العام وواحد 2021 هسه يلا اجتي وانا مقدم من شهر التاسع قالوا لي بعد ثلاثة شهور اربعه يلا توصل قول يعني الشتاء يخلص وما لك نفط انت المواطن واحنا اهل النفط هاي يعني قضيتنا يعني الشهر الثاني شو وقت وهسه احنا ما عندنا نفط من يجيب والتجاري غالي وتحكي وياه البطاقه بخمسة وعشرين واحد يبيعها والجليكان التجاري ب 18 وب والفقير منين يجيب اذا ما راح اتحدث عن ازمه النفط الابيض اللي موجوده في دياله لكن انه راح اتوقف عند نقطتين مهمه الكل شاهدها خلال عرض هذا التقرير. أه نقطه الشوارع والوحل اللي موجود والنقطه الثانيه اللي آه. هي المحسوبيه والمنسوبيه والواسطه والفساد اللي موجود حتى في البنزي خانات. يعني شوفوا لي وين وصل حال المجتمع العراقي، يعني ناس فقره وبسطاء لازم انه بيت فلان وبيت الاستاذ الفلاني وبيت المسؤول الفلاني لازم ياخذون حصتهم ليش من اللي محتاج بيهم حتى انه يجي زاحم الناس الفقرة على خمسين لتر نفط وهذه ال 50 لتر يمكن ما تكفي لي خمسة ايام ستة ايام واحنا عندنا عوائل والكل يعرف انه الطقس بدياله شلون يعني ما معقوله انه احنا اليوم عاجزين على تقديم خطط طويله الامد أو متوسطة الأمد على الأقل حتى أنه نخلص من هذه الأزمة اللي أثقلت كاهل المواطن العراقي نتمنى من الجهات المعنية المتمثلة بوزارة النفط العراقية ومن ثم الحكومات المحلية بإيجاد خطط بسيطة وسهلة وياما أنه قدمنا مقترحات عن لسان المواطنين اللي تم عرض معاناتهم في برنامج أهل المدينة يا ترى تقدرون أنتم مكان ما تخلون هذه هذه الطوابير انه تكون من الساعه 12 للساعه 5 وللساعه 6 الصبح خلوا نحلها انه السياره اللي هي بها ماده النفط العباد يعني تفتر على الازقه تفتر على العوائل وكل واحد كان يعني بالبار هاي ما جاي ببالهم ب... ترى لكن... ترى بسيطه بس هم اعتقد متقصدين اذلال المواطن انا البارحه حكيتها لانه البارحه كان عندنا ايضا تقرير من احدى المحافظات ايضا نفس المشكله هي هي المشكله صارت عامه يعني طبيعيه لا. جدا في كل المحافظات العراقيه يتذكرون الصيف ينسون انه احنا عندنا شتاء جاي يتذكرون من يجي الشتاء تعالوا استلموا الحصه النفطيه وبالعناد يكون هناك اذلال للمواطن هم ما يردون ليش حتى انا راح اعيدها خاف اللي ما سمعني امس حتى يلهون الشعب بين فتره اخرى وهذا مو جديد الحكي هذا حتى من النظام السابق انت شلون تلهي شعبك لانه الشعب من يكون صافي باله راح يلتهي او راح يحس انه عنده معاناه فيثور على صح. على الحكومه بس حتى يلهيك شويه يخليك تنشغل انت بالنفط في الاسبوع وتندل وتتعب انت توقف بالطابور فد ترجع تعبان منهك اسبوع كامل انت تعبان خلص خلص اسبوع من ال... من الشهر الاسبوع الثاني خليك على البنزين انت واقف ايضا اسبوع يروح وهكذا المدارس بها مشاكل القطاع الصحي مشاكل وهكذا انت انت عباره عن شخص مشغول مهموم تعبان لا تستطيع حتى انه تحل مشاكلك الخاصه فكيف تحل مشاكل بلد انت يردوني لهوك فهذا الموضوع لان ما معقوله واحد سالفة طوابير ما أقدر أحلها من الصيف أبدي من الشهر الخامس إلى الشهر التاسع أنا أوزع النفط على الناس يا بل لا على بيوت العالم وتدللونهم أنتوا قولوا لهم يا بل فلان محافظة فلان قضاء فلان ناحية هل يوم لكم تجون تستلمون النفط يعني هل معقول أنه هذه المقترحات والغريب بالموضوع الناس تقول بعض الناس تقول أنتوا جاي تفتون وتحللون، هذا مو تحليل، هذا اقتراح، واقتراح اعتقد حتى العالم هسه من يسمعونا يقولون ايش قد بدائيين، لان يعني العالم تطور اصلا كثيرا عن هذه حالة. الاشياء البدائيه، احنا جاي نقترح ما اشياء بدائيه. على نظام تدفئه بماده النفط. ولا هالتاريخ صارت انه نظام تدفئه يعني, يعني يختلف، كهرباء مستمرة، مستمر. احنا لا السنة الماضية او موسم الشتاء الماضي كانوا يعطون 200 لتر لكل عائلة. صح هسه ما شاء الله انه صرنا 90 لو 50. اعتقد 90 لتر حتى ما نظلمهم 50, 50 لتر ذكرتها قبل قليل لكن انه مرات انه تي حتى نتاكد انه 50 لتر لكل عائله طيب ال 150 لتر وينها؟ معقوله انه احنا انتاج النفط عندنا اليوم بالعراق قل؟ معقوله انه الشركات العامله في العراق واللي تاخذ كم مليون دولار باليوم انه قل انتاجها وقل شغلها لو منظمه اوبك مثلا فرضت علينا شروط جديده من اجل انتاج النفط هذه المواضيع اعتقد أه بغاية البساطة والحكومة المحلية قادرة و ولا يعني مو بس الحكومة المحلية الحكومة المركزية بأكملها أنه هي قادرة على حل كل هذه الصعاب وهذه المشاكل اللي عانى من عدها المواطن العراقي يا ريت أنه تخلص هذه المشاكل كون أنه العالم اليوم يتحدث بقضايا كبيرة جدا وإحنا بالعراق بعدنا نتحدث أنه والله النفط ما وصل للمواطن أيوة والبنزخانه مطينة ومخلي لكم واحد فاسد ياخذ فلوس من الناس حتى يطببهم بدون سرة هذا اللي احنا نتحدث اي بالضبط يعني من يقولون على انت جاي تحللون الموضوع احنا جاي مقترحاته مقترحات و ومتخلفه فعلا يعني احنا ممكن تمشي علينا لكن دول العالم من تسمعنا تضحك علينا تقول انتم وين واصلين بحيث تحشون مقترحات بدائيه سووا طابور وزعوا النفط وزعوا او البنزين لا يصير عليه سرع عيب علينا بس شو نسوي هذا هو واقعنا اللي يجبرنا على ان نتكلم بمثل هكذا مقترحات بدائيه ولا العالم وين وصل واحنا وين بعدنا جاي يفكرون قاعد يعبرون المنظومه الشمسيه والمجموعه الشمسيه وقاعد يدورون عن كواكب جديده قد تشبه الارض حتى ينتقلون بها <applause> لا لا واحنا بعد نه. الخبر اللي اقوى من ذا اللي منشغل بها العالم بالوقت الحالي انه شلون الشخص يقدر انه يزغر نفسه بالضبط هاي من هاي ما هذه هذه قضيه نشوف العالم <applause> من يتحدد زين إحنا بعدنا نفط ماكو وشوارع مطينه من ضمن المشاكل اللي حتى يلهون الشعب بيها هي موضوع العمله المزوره ما تدرون شنو مواقع التواصل الاجتماعي ضجت قبل يومين فعلا. بموضوع المزور بحيث الناس ظلت تخاف حتى من تروح تشتري شيء واذا طنط انطي 50 او 25 يقول لها ما ما اقدر ما اعرف ممكن قد تكون مزوره وهاي يعني خلقت ازمه اقتصاديه في البلد بالاضافه الى الازمات الاخرى. فاحنا حتى نعرف حتى واحد يكون هناك هل هذه اشاعه له حقيقه؟ كيف المواطن يعرف اذا كانت حقيقه كيف يعرف المزور من ال... حتى لازم نصير خبراء بهذا الموضوع لان هذا الموضوع ناس بعد هذه الايام تستلم رواتبها فعلا. فالموضوع فعلا خلق ازمه حقيقيه عند المواطن حتى نعرف تفاصيل اكثر ينضم معنا في الاستوديو الخبير المالي السيد حيدر عصبر اهلا بك سيد حيدر نشكر انضمامك اول مرة هل حقيقه يعني نبدا من هذا الموضوع لو هو مجرد اشاعه اولا تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام حياك الله في السابق كان العمله تطبع في بريطانيا بالمعهد البريطاني نعم الورق مالها يسموه كتان هو عباره عن قماش نعم. قماش كتان، هذا حتى بالغسل وغيرها ما يتلف ما عليه شيء هذا هذا بما يخص أن عملتنا العراقيه كانت, نعم كانت نعم كانت كانت, كانت. نعم. حاليا تطبع في البنك المركزي العراقي تمام تولى هاي المسؤوليه وطبعا نلاحظ انه اختلاف بالورق، اختلاف باللون، اختلافات هناك موجوده فاحنا ما نستبعد انه وجود المزور البنك المركزي طبعا وضع عدة علامات حتى تبين المزور من غيره ونشرها قبل أيام حتى المواطنين يعرفون ويلاحظون يعني هاي حقيقة الأملة مجرد إشاعات أنا. هي طبعا أكيد أكو هناك عملة مزورة طيب هذا التزوير أن أنا هذا اللي آه أتوقف عنده أنه هذا التزوير داخل العراق اكو مطابع داخل العراق تطبع العمله وبالتالي انه ترفد الاسواق بها لو انه هذه العمله دخلت لنا من خارج الحدود العراقيه. نتوقع انه داخل العراق. داخل العراق. داخل العراق موجوده و واعتقد حتى يعني اكو علم عندي جهات أه جهات أه معينه نتوقع. زين شنو أه أه الاجراءات اللي اتخذتها بقيه الاجراءات حول انه انتشار العمله المزوره في السوق العراقي؟ نشروا العلامات المميزه. للعملة الصحيحة أن العملة الغير صحيحة هذا الإجراء اللي تخذوه؟ هذا الإجراء طيب بس بس, سيد يعني شنو السبب؟ يعني إذا كانت الجهات معنية أو إلها يد خلينا نقول يعني نتوقع هذا الشيء شنو السبب؟ شنو اللي شنو اللي راح يصير في السوق عند انتشار العملات المزورة؟ هل تؤثر على السوق المواطن؟ للتصحيح هي أكيد ما إلها يد يعني بالموضوع بس لكنه أكيد جهات هي معينة إلها منافع خلينا نسميها آه منافع اقتصادية من من نعرفها يعني بس منفعه بس الحكومه افضل او الجهات المعنيه افضل بكثير انه كون انه هي تدير دي بلد باكمله واكثر من 40 مليون نسمه اليوم بالعراق ينضرون بهذه المصالح او هذه المنفعه البسيطه اللي تقوم بها جهات، المفروض يكون اكو اجراء حازم من قبل هذه الجهات المعنيه. نعم احنا النظام المالي حتى نكون نضع يدنا او اصبعنا على الخطا الأساس نعم النظام المالي المتبع بالعراق هو نظام خاطئ نظام خاطئ نظام بالمجمل خاطئ اكثر اكثر عمله مزوره اليوم بالعراق نعم اكثر عمله مزوره اليوم بالعراق فئه ال50 او ال25 ما عندي علم يعني انا يعني ما اقدر اقول لك بالضبط بس يعني كلها اكو من فئات مختلفه طيب لو اعطيتك ذني 10 او أه سيد حيدر لو اعطيتك ذني هاي الفئه 50 وال25 وال10 والخمسه والف لا اصغر عمله اللي هي 250 وخمسين دينار عراقي شلون نقدر انه نخلي المواطن يعرف انه هذه اصليه وهذه مزوره هي من العلامات الموجوده لا. اكو علامات البنك هو حددها وبالمناسبه العمله المزوره تشبه الى حد كبير العمله الحقيقيه. عاد هاي لصتها علينا. يعني تشبه الى حد كبير بحيث حتى احنا مو سهل انه ولا وتجي. اكو جهاز سابقا كان اكو جهاز صح يكشف الموضوع بالضبط بالضبط 25 ام الحصان وما اعرف شو يدخلون في داخل جهاز يقولون هذه مزوره او لا. يعني هسه حتى ما تقدر يعني تميزها بسهوله يعني ما تقدر مثلا ي. اي يعني, يعني طيب, يعني طيب. شلون الناس قاعدة تميز بعد؟ مو, أو سهل أو مو سهل او البنك المركز, المركز شلون يعني حتى حتى الشركات مال الصيرفه ما طمنتنا احنا على فلوسنا <تصفيق> <تصفيق> لا لا ما بيها شيء يعني ما من نظرتي شي. ما بيها شيء آه يعني سبق وان شاهدنا آه مقاطع آه او صور انتشرت حتى على نشرات الاخبار انه يقول مثلا ال 25 أكوبي بيها العراق كلمه العراق اللي هذي بالزاويه هذه انه يقول لك انه بيها مثلا كلمه العراق والله هاي ما بيها <تصفيق> <تصفيق> يا ولد يا شباب هاي ما بيها كلمه العراق <applause> أكيد جد ما بيها يعني لا رأفة تريد ياخذها هي لا خلي نشوف <applause> بالضوء والله بلكي بل انه ممكن شركات تبين شركات تعتمد تعتمد ايضا على اجهزه يعني فهي هاي ها اكو اجهزه؟ اكو عندهم اجهزه بشركات الصيرفه شلون تكشفها؟ هي تعد يعني وتطلع يعني اذا هي, هي ورق يعني هي مو 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 كتان مثل قبل فشلون يتم اذا هي ورقه عاديه؟ لو يعني اكو اكو الورق ملمس ماله يختلف احيانا يعني اذا اذا ملمسه يكون يعني قريب من الورق العادي اللي ممكن صالح ممكن إنه إن ممكن فين مزوره اي نعم بس ممكن علي. يشك بها اكو علامات بينها البنك المركزي نعم. اللي هي الجهه المعنيه باصدار العمله واللي هي تبين الصحيح من الغير صحيح طيب شلون شلون اليوم انه الجهات المعنيه تقدر انه تنقذ الشعب العراقي من هذه الازمه اللي خلينا نسميه مفتعل كون انه قبل قليل ذكرت حضرتك انه اكو بعض الجهات المستفيده اللي هي بدات تطبع العمله وترفض بها السوق العراقي، اليوم شلون نقدر انه نتخلص من هذه المشكله؟ احنا طبعا اذا اتبعنا نظام نقدي صحيح بالتاكيد احنا نتجاوز هذه الازمه. العالم ما لا توجد هذه الاليه المتبعه حاليا. العالم كله يعتمد على النقد الالكتروني، هاي الفيزا كارت، البطاقات، اللي تجاوزها الى الموبايل حاليا الدفع صح بالموبايل صحيح فبس تطلع يعني شويه خارج العراق راح تشوف نظام مالي جديد، هذا طبعا النظام المالي اذا طبق مم. ايضا راح تنتهي مشاكل الفساد، تنتهي مشاكل غسيل العمله تمويل الارهاب هواي من المشاكل الضرائب والتحديدات صح فهذا ما ممكن ما, ما يخدمهم يعني ممكن انه هو هذا النظام اذا اتبع راح يضر جهات معينه إذا ما يعني مستفيده ممكن او ممكن ان هم من باب ثاني يفكرون بالموت العراقي كون انه انا قبل ايام انه ايضا شاهد دراسه على احدى القنوات الاجنبيه يقول انه نظام الدفع الالكتروني هو مجرد اكثر بند يعني شلون مثلا يقلل الالم بالنسبه للمستهلك، كون انه المستهلك مثلا اذا يعطي فلوس كاش راح ينقهر انه انا بذرت هوايه، بس انه ممكن اذا بل عن طريق الفيزا كارد او الماستر كارد ممكن انه ما راح انه يتالم فبالتالي انه يفكرون بينا انه حتى الالم مالتنا يبقى قوي انه نعطي كاش لا لا حركه الحركه الماليه للبنوك ودورها بالاستثمار والتنميه مم. ودعم الاقتصاد الوطني، هذا طبعا يعتمد على الحركه الماليه للافراد. فطبعا كل الشركات هي طبعا النظام العالم تدخل ارصدتها للافراد بحسابهم مم. وبالتالي هم يسحبون، طبعا الشركه تبين المصروفات اللي هي الها. وايراداتها تبين، بالنسبة للأفراد أيضاً تبين المصاريف، وأي مبلغ يدفعوه، وبالتالي أيضاً نظام الضرائب راح يكون نظام صحيح يتوافق ويا الجهات معينة، والأموال التي تخرج عن إطار البنوك والمصارف واللي هي موجودة عند الأفراد بكميات أكيد هي أموال سوداء مثل ما يسموها، <applause> راح تكون يعني تختلف التعامل بها، وإذا مسكت يعني راح يسألوا عن مصادرها. احنا بالعراق اليوم عندنا هم يسالون عن مصادر هذه المبالغ السوداء والفلوس السوداء اللي موجوده عند جهات وعد شخصيات وعد بنوك ايضا انه هي ممكن متجاوزه شروط البنك المركزي او النظام المالي بالعراق. هو هذا الخطا اللي احنا دا نتكلم به. نعم احنا النظام المالي المصرفي هو الخطا. الاتباع ماله هو خطا، احنا يحتاج انه نتبع نظام واليات جديده. تحدد الاموال وحركتها وتحدد الاموال اللي هي تكون بحيازه الافراد حتى مثلا اذا تزيد عن مبلغ معين راح يسال عنها وعن مصادرها وكذا فاذا هي كانت اموال صحيحه فبالتاكيد تحتاج انه توضع بالمكان الصحيح وهي المصارف مرحباً يخلوها بالمكان الصحيح، الخبير المالي حيدر العصفور شكرا لانضمامك في برنامج المدينه واعطائك تفاصيل قيمه حول النظام المالي بالعراق كونه نظام خاطئ، وايضا حول ما حدث من تزوير للعمله العراقيه، شكرا لك مره ثانيه وان شاء الله في الايام القادمه انه نسولف بتفاصيل اكثر حول ما يحدث للعمله في العراق، ما اعرف احنا متخوفين و غلوبنا مع عملتنا انه هل عملتنا العراقيه راح تكون مشابهه او قريبه على العمله الايرانيه التومال الايراني او الليره السوريه او اللبنانيه والله يستر اذا صارت فعلا. حالها حال العمل النقديه اللي موجوده في هذه الدول. طيب هذه العمله بحسب رافت قال مزوره بس الـ 25 <applause> انا ما بيها كلمه عراق حسب ما شفته يعني. تمام لازم اذا معناته لازم المواطن يكون ايضا يتابع اخبار البنك المركزي ويعرف على الاقل يعني يعرف له شغله من الشغلات اتصور انه هي بس ال 25 وال 50 حسب ما سمعت واكثر شيء هي عملة ال 25 أه يعني الله يعديها على خير طيب خلينا نروح الى تقرير اخر ونروح الى الموصل بالتحديد الى ايسر الموصل الى حي طبيعي جدا الموضوع ماكو خدمات تراكم نفايات فالناس تشتكي هناك وتعرفون يعني من يصير الشتاء المشاكل الخدميه تطفح تبين تكون مو مثل الصيف نتابع ونشوف وعسى ولعل الحكومه المحليه في الموصل بالتحديد في الجانب الايسر تقوم بحمله كبيره على هذا الحي وتقوم بتنظيفه رفع النفايات على الاقل من عدم تراكمها وايضا توفير ابسط الخدمات هناك. نحب نشكر الشرقيه وكل الهلا بيكم اهلا وسهلا احنا اليوم نعاني من مشكله البلديه البلديه ما تجينا واثنين هاي المدارس يمنا هنا صايره مجمع والاشتراكات والازدحامات علينا فرد مره بلدية بهذا الفرع ما تفوت نهائيا نهائيا ما تفوت شارع بين المدرسه وبين الروضه هاي البلديه لو بس شويه بلطه يعني اخويا شوية غفل ازدحاما على هذا، الاشتراكات كلها تصير بهذا الفرع. قرب مدرسة عز الدين القسام وهنا تقريبا صارت أربعة خمس مدارس وروضة وشوارع ضيقة وشوارع تنغلق وعندنا هنا هذا الشارع تقدر الساعة تصور وتشوف قدام عينك ماي تجمعات مال مياه وأوساخ والبلدية ما تجي كل عشت أيام كل أسبوع تجي مرة المنطقة ازدحمت بالسيارات اشتراكات ازدحمت بالمدرسين ومدرسات ازدحمت بالطلاب يعني شوف المنطقة يعني صار بها تكتل كثير <applause> شوارع اي الشوارع والمجاري الطلاب ما ما يقدرون يعبرون من الشوارع لانه كلها مي سواقي فنطالب المسؤولين يا اخوان نطالبهم مطالبه انه يجون يكشفون على المنطقه على هالمي... على هالمياه على هال ومناطق اكو بيها افرع بيها شو مجاري داخليه يعني بيها قساطل وبيها كل شيء زين ليش مناطق لانه مدرسه مدارس وروضات مال اطفال يشوفهم بالشتاء الماي الماي يصير للركبة الركبه احنا ناشدهم انه يجون يكشفون على المنطقه ويجون شيء يكون يخدم الاطفال هذولا الفتحه حاليا 14 اذا ما يبلغ تقريبا 10 امتار هاي المسافه هنا يعني كله كله ما يروح له شغل يوم واحد وهاي المنطقة هنا بها أكثر من عشر مدارس ابتدائية على متوسطة على ثانوية أروح وأجي صار تقريبا أكثر من ثمانة أشهر تسعة أشهر أنا بهاي المنطقة ولادي بالمدارس هنا يدامون يداومون ما شفت سيارة بلدية أجلكم الله جت بالمنطقة هاني خلاص نهائيا ما شفت عامل بلدية جاء وهاي الفقرة ما الروضة والمتوسطة هنا يعني اذا مطرت الدنيا هاي ما يمشي بيها خلاص نهائيا لا 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 يصلح ان يكون حي سكن فعلا شلون شلون ما يصلح دا ما يصلح انه يكون موجود على ارض العراق أي والله. لان والله ارض العراق قبل كانت تجنن انا هسه يعني احنا نريد نرجع ونقول لكم انه بالخمسينات والستينات هذه الحقب الزمنيه الماضيه لا قبل <applause> 2003 شلون كانت الموصل شلون كانت انه بيها اجواء تجنن شلون كانت بعد هم الربيعين زين. يعني, على هالوضع ما اعرف يعني انه الكل يعني سابقا واحنا درسناها وتعلمناها حتى من اهلنا انه نينا وهي جمجمه العراق، طيب اذا احنا جمجمه العراق هذا وضعها وهذا الوضع, الوضع المأساوي بقيت اعضاء الجسم وبقيت بقيه اعضاء العراق شو راح تكون؟ مع الاسف مؤسف والله نتمنى ان يكون هناك حمله كبرى مو بس على حي سومر في الجانب الايسر وانما على كل فعل. الاحياء والمناطق الموجوده في الموصل وكل العراق كافيه اعتقد انتم قلتوا يعني هذه السنه سنه خدمات واعمار ولو هاي الكلمه احنا سمعناها صار سنوات لكن يعني على الاقل يكون في نهايه المطاف يكون هناك صدق في هذا الموضوع بعدنا في بدايه السنه، ان شاء الله يكون هناك فعلا تحرك كبير وحقيقي من قبل كل الجهات المعنيه سواء المحليه والمركزيه. بقيه المواضيع نكملها باكر، هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام على وطن سالم ومعافى ومنتصر. كمال أذن وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.